إذن لدينا الليميت ديال واحد زائد الألان كاري ديال إكس على الألان إكس ناقص الألان أس ثلاثة ديال إكس بلس أنفيني. إذن هنا خصني ننتبه بأنه الألان كاري ديال إكس فكتعني الألان ديال إكس الكل وكاري، يعني الألان ديال إكس مضروبة في الألان ديال إكس، إذن هي الخلاف ديال الألان إكس وكاري. خصني ننتبه هاد التعبير ماشي هو هذا. إذن هنا إلا درنا التعويض المباشر غير جينا واحد زائد الألان ديال بلس أنفيني هو بلس أنفيني على بلس أنفيني ناقص بلس أنفيني، يعني الشكل غير محدد. إذا جينا الألان في بلس أنفيني على بلس أنفيني ناقص بلس أنفيني، إذا هذا الشكل غير محدد. إذن هنا شنو غادي ندير؟ غنحاول نبسط الكتابة بالتعميل. دونك هنا باش يمكن لي نختزل خصو يكون عندنا التعبير اللي كاين في المقام كاين في البسط. إذن حنا ممكن نعملو بالألان كاري ديال إكس. إذن الليميت غنعملو بالألان ديال إكس الكل أو كاري، إذن غيبقى لينا واحد على الألان ديال إكس، هنا راه يمكن لي ندير الكل أو كاري ولا ندير الأس هنا بحال بحال، زائد واحد. إذن على ماذا؟ إذن كذلك في البسط في المقام غادي نعملو بالألان ديال إكس الكل أو كاري. إذن في الحد الأول كانت عندنا ألان إكس، إذن غتبقى واحد على الألان ديال إكس ناقص، والحد الثاني كان عندنا الألان أس ثلاثة ديال إكس غيبقى لنا الألان ديال إكس. إذن دائما هنا النهاية زائد لا نهاية. إذن غنختزلو بالألان إكس الكل أو كاري. إذن التعبير غيبقى لنا هو واحد على الألان ديال إكس زائد واحد، واحد على هنا الألان أو كاري، واحد على ألان إكس ناقص الألان ديال إكس. الآن دابا درنا التعويض، فالألان ديال بلس أنفيني غادي يمشي لينا هو بلس أنفيني، واحد على الألان إكس أي واحد على بلس أنفيني سيؤول إلى صفر، كذلك واحد على ألان كاري ديال بلس أنفيني سيؤول إلى صفر. إذا شنو غادي يبقى؟ غيبقى واحد على ماذا؟ واحد على بلس أنفيني، واحد على بلس أنفيني راه هو صفر، واحد على أنفيني بشكل عام سيؤول إلى صفر.